أنا برضو عايزة أقول حاجة لكل الناس بقى اللي بتحس إن هي مثلا وهي قاعدة في الشغل عندها خمول، أو إن هي كسلانة، أو مش قادرة إن هي تشتغل. في دكتور تغذية كان بينصح إنه في مشروبات بتساعدك على التركيز وإن أنت تبقى نشيط أكتر. المشروبات دي زي الموز باللبن، الجنزبيل، القهوة التركي. الثلاث مشروبات دول بيحسنوا الحالة المزاجية وبيخلوك إن أنت تبدع أكتر. وزي ما قلنا كده يا جماعة إنه الملخص أهم حاجة إن أنت تعمل أجواء العمل الخاص. إيه يا عامر عايز تقول إيه؟ في مشروبات تانية زي البلح بتدوم باللبن، ده بيبقى حلو. في اللي هو مشروب اللي هو الطاقة اللي هو الفيل. لا في حاجات تانية. انت كده عن الفرغالي. ايوه الحاجات دي اهم حاجة. انه حتى لو مش متاح ان انت في روتين في المكان كله، ان انت تخلق الاجواء الخاصة بيك انت اللي تساعدك على الابداع في الشغل.